بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات القناة ديالنا سولو اس في تي. اليوم ان شاء الله غادي نصحوا الامتحان ديال 2017 بالنسبة لجميع الامتحانات السابقة ديال بوجدة من 2012 حتى 2016، وكذلك الامتحانات ديال اكادير من 2017 حتى 2020، راه غتلقاوهم في الليان في الديسكريبسيون. اليوم ان شاء الله غنصححوا 2017 ديال كلية الطب والصيدلة في وجدة. تفاعلات السلسلة التنفسية يعني لاشين ريسبيراتوار، واش كترفع من ايونات الاش بليس داخل المطرس؟ نو، كترفع ايونات اش بليس داخل الحيز البغشائي، تنتج بفضل فرق تركيز ايونات بين الماتريس والغشاء الداخلي الميتوكوندري. نو، بين الماتريس والحيز البغشائي تنتج اي بي بفضل فرق التركيز ايونات اش بليس بين الماتريس والسيتوبلازم. نو، بين الماتريس والحيز الغشائي تنتج اي بي بفضل فرق تركيز ايونات اش بليس بين الماتريس والغشاء الخارجي. خطا، كيف ما قلنا بين الماتريس والحيز الغشائي ترفع ايونات اش بليس وتخفض بي اش في المجال البغشائي، وهذا هو الاختيار الصحيح. جوج، خلال التخمر اللبني الفوسفوكرياتين يمكن من انتاج ATP بسرعه. لا، لا يمكنش استعمال الفوسفوكرياتين خلال التخمر. الليف واحد لا يستعمل الطاقه، كيستعمل الطاقه، الا ما استعملش ATP شنو غيستعمل؟ الفوسفوكرياتين ينتج عن حلمات الجليكوجين؟ نو، ماشي عن حلمات الجليكوجين، وانما عن الحلمات ديال الفوسفوكرياتين. الفوسفوكرياتين ينتج عن، لا ما يمكنش، كينتج على يعني هذاك الفوسفوكرياتين كيتجدد من خلال يعني الاتيبي. الليف جوج يستعمل الجليكوجين كمصدر اساسي، ماشي الجليكوجين اللي كيتستعمل كمصدر اساسي بالنسبه للليف جوج. تستعمل الطاقه بطريقه اسرع في الليف واحد، في الليف عفوا جوج، اذا في الليف جوج يتم استعمال الطاقه بشكل اسرع. هو الاختيار الصحيح. ثلاثة، تقنية التهجين. التهجين هي أن غادي نبدلو، تمكن من الحصول على أصناف جديدة تجمع مواصفات الأبوين، وي تعتمدون دائما على تزوج فردين من نوع مختلف. لا، اسمحوا لي واحد دقيقة نبدلو هاد الكرس، هاد الكولور هذا كيفاش، فوالا فوالا. دونك تعتمد دائما على فردين من نوع مختلف، ماشي نوع مختلف، تعتمد دائما على تزوج الفرد من، مش الهدف ماشي هو نحصلوا على فرد من نفس النوع. اللي كان التهجين، التهجين هو نجيبوا شي حاجه جديده، هي التقنيه الوحيده التي تمكن من تغيير التراث الجيني، ماشي التقنيه الوحيده. تطبق على الكائنات الحيه من اصل حيواني فقط، لا ماشي غير حتى النباتات، وبالتالي الاختيار اللي كيبقى لنا هو الاختيار الاول اللي صحيح. نمشيو للسؤال الموالي، التلقيح يعتمد على حقن مواد مضرة تحفز المناعة الذاتية. لا، ماشي ليكس كذلك، ماشي مواد مضرة. يعتمد على حقن مضادات الأجسام، مثلا حققناش مضادات الأجسام، يحفز صنع مولدات المضاد. ما الهدف منه هو ماشي صنعو مولد المضاد، الهدف منه هو نعطيو مناعة الجسم بهذاك بالحقن ديال هذاك مولد مضاد، ولكن غير يعني لا يؤدي الى الموت او غير ممرض. يحتوي على مواد تحفز المناعة النوعية الأساسية لتموضع المناعة. لا، هذا تعبير غير صحيح، وبالتالي التعبير اللي كيبقى لنا هو يحفز المناعة النوعية والمناعة الغير النوعية، هو الاختيار الصحيح. نمشي للسؤال 35، الالتهاب هو واش كيسببوه الجراثيم فقط؟ لا، ماشي الجراثيم فقط، يلاحظ ايضا عند الجنين؟ لا، هو اول مرحله من مراحل الاستجابه المناعتيه. لا، لا يعتمد على خاصيه الاستجابه المناعتيه، ولكن تعتمد فقط على تدخل. لا، انما دونك الالتهاب كيتميز اساسا، الاختيار اللي بقى لنا صحيح، بالاحمرار والحراره والالم والانتفاخ ديال المنطقه المعفنه. دونك الاختيار دي هو الاختيار الصحيح. تنتج اللمفاويه تي القاتله. اسمع، اللمفاويه تي القاتله، واش تي هي اللمفاويه، واش غيمكن تنتج على اللمفاويه بي؟
نو، واش غيمكن تنتج عن تحول لمفاوية تي سي دي كات؟ لا، ممكن انها تنتج عن تحول ديال السي دي ويت، تي سي دي ويت لا تنتج عن تحول بالزميات، ولا يمكن ان تكون جميع الاجوبة خاطئة مادام السي صحيح، وبالتالي الجواب الصحيح والاختيار الصحيح هو اختيار السي. عند الاستجابة المناعتية النوعية، عند الاستجابة المناعتية النوعية، واش كيتم انتاج المولد المضاد من طرف اللمفاويات؟ هذه لا يمكن، لا يمكن. اللمفاويات كتنتج مضادات الاجسام الا كانت لمفاويات بي او بلزميات، او لا كتنتج لنا البيرفورين والكرانزيم. تتحول البلزميات الى لمفاويات، البلزميات لا يمكن التحول، البلزميات تنتج فقط هذاك مضادات الاجسام، يتم انتاج مولد مضاد من طرف البلزميات. البلزميات قلنا كتنتج مولد، تتنتج مضاد الاجسام ماشي مولد مضاد. يلاحظ انتفاخ احمرار حرارة وألم عند الاستجابة المناعية، لا عند الاستجابة النوعية لا، هذا الشيء كاين في المناعة الغير النوعية. ترتفع كمية الهيموغلوبين اي جي في الدم، هذا صحيح، هذا هو الاختيار اللي قالنا صحيح. الانقسام غير مباشر واش هو منبع للتنوع الجيني؟ لا، علاش؟ لانه كيحافظ على الخبر الوراثي. ينتج عنه أربعة خلايا؟ لا، كينتج لنا غير جوج الخلايا شبيهتين بالخليه الام. يحتفظ على جميع خاصيه الجينيه للخليه الام، وي علاش؟ لان الخليتين بيت دونك الانقسام المغير مباشر كيبدا من دوزين وكيعطينا جوج الخلايا، كيبدا من واحد الخليه دوزين وكيعطيني جوج الخلايا بجوجهم دوزين دوزين دوزين، وبالتالي كيحافظ على الخبر الوراثي. يعني هذا الاختيار السي هو اختيار صحيح. يمكنه انتاج امشاش ذكريه؟ لا. يمكنه امشاج انثويه؟ لا. شكون اللي كيمكن من انتاج امشاج ذكريه وامشاج انثويه وكيحصل لنا على اربعه الخلايا احاديه الصيغه الصبغيه؟ هو الميوز ماشي الميتوز، الميوز هذا اللي عندنا هنا انقسام غير مباشر راه هو الميتوز. ميتوس. إذا الاختيار الصحيح هو الاختيار سي. 39 يقع نسخ الحمض النووي، الحمض النووي النسخ ديال الأنتي إن، النسخ ديال الأنتي إن، النسخ ديالو واش بين انقسامي الانقسام اختزالي، يعني بين الانقسام المنصف والانقسام التعادلي؟ لا، فقط قبل الانقسام غير مباشر؟ لا، فقط قبل الانقسام اختزالي؟ لا، هي كاين قبل الانقسام وكاين حتى قبل يعني الانقسام الاول ديال الانقسام الاختزالي. اذا قبل الانقسام الثاني للانقسام الاختزالي او قبل الانقسام الاول للانقسام، من طبيعه الحال هنا هادو بجوجهم صحاح الا جمعناهم، ولكن فاش كيقول لك فقط قبل الانقسام غير مباشر راه خاطئه، وفقط قبل الانقسام الاختزالي راه خاطئه، وقبل الانقسام الثاني للانقسام الاختزالي حتى هي غلطه. علاش؟ لانه كيكون قبل الانقسام الاول للانقسام الاختزالي، يعني في مرحله السكون الاولى اللي كتسبق الانقسام الاختزالي، تما فين كيوقع النسخ ديال الادان، وبالتالي دي هو الاختيار الصحيح. السؤال الاخير في هذا الامتحان 40، الاخصاب، الاخصاب قلنا كيجمع لنا ان مع ان باش كتولي عندي دوزان، هذه معروفه، والانقسام الاختزالي كيفرق ليا دوزان باش يحولها ليا الان. اذا غادي نمشيو من دوزان، نمشيو من ان لدوزان. اذا الاخصاب يمكن الرجوع، يمكن الرجوع الى خليه ذات الصبغه الاحاديه؟ لا، خليه ذات الصبغه الثنائيه. في جميع الحالات يمكن الحصول على خلية صغيرة ذات صيغة صبغية ثنائية، هذا صحيح. يقلص من التنوع الجيني المحصل عليه أثناء الانقسام الاختزالي؟ لا، هذا لا يقلص. ينتج عنه بيضة تحتوي على جينات أحد الأبوين، مشي أحد الأبوين ومشي الأبوين كاملين، مفهوم؟ يعني هنا الاختيار الأقرب إلى الصواب والاختيار الأكثر دقة والصحيح هو الاختيار ب. وهكا غادي نكونوا سالينا الامتحان ديال 2017. نهايه هذا الفيديو، نلتقي في فيديو اخر، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.